وكان لازم نقابل خبراء الصناعة. قابلنا المهندس أحمد الطيبي، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة شركة The Land Developers، وتناقشنا في أهم قوانين وتشريعات تنظيم السوق العقاري. بصفة حضرتك نائب في البرلمان، ايه اهم القوانين اللي بتتناقش حاليا او هتتناقش في الفترة اللي جاية بخصوص الاستثمار العقاري؟ الحقيقة احنا عندنا قوانين تحت الدراسة، من اهمها قانون المطورين العقاريين. قانون المطورين العقاريين بيتكلم على توحيد الجهود لدعم هذا النشاط، لان هو نشاط طبعا قاطرة مهمة جدا بالنسبة للدولة. مهمة للدولة ليه؟ لان احنا الدولة النهاردة احنا بدل ما كنا عايشين على 7% عندنا مستهدف ان احنا وصلنا 14 النهاردة بنحاول نبقى 14 و15 و16 بخطة طموحة وتنفيذها بأسرع ما يمكن. اللي انا بتمناه ويمكن اتكلمت فيه مع مطورين كتير قوي، ان يبقى فيه عقد موحد لكل منطقة، لان بعض الاحيان بيقول لك العميل ساعات يجي يقول لك العقد بتاع الشركة الفلانية عقد إذعان. هو مش عقد إذعان، هو عقد ضمان حقوق. الشخصيات الاعتبارية والمهنية يجب أن يكون لها معاملة غير السكان، وتبتدي تتاخد واحدة واحدة. طبعا اللي عنده عمارة النهاردة قديمة وبيأجرها بعشرة جنيه وبعشرين جنيه الشقة، ده ظلم ليه؟ مفيش كلام. العلاقة ليست عادلة على الإطلاق. إن أنا النهاردة بأجر بسعر سنة 60 وأنت حضرتك بتشتغل كشخصية اعتبارية أو كمكتب فني أو كعيادة وبتشتغل بأسعار سنة 22. واتكلمنا مع الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة عن رؤيته في تطوير المنظومة العقارية في مصر. الدور الحالي للحكومة ودخولها في تنظيم العقار في مصر ما بين القيل والقال. أنا تابعت كويس جدا هذا السوق وتابعت دخول الدولة. سأول نتكلم على فكرة أنه النهاردة أنا أرحب بالتنافسية ولا لا أرحب بالتنافسية؟ إذن أرحب بالتنافسية بغض النظر عن مين المنافس. بعض الدول في الخليج الخام عنده بترول، أنت الخام عندك أرض مثلا، ما تدي الأرض لمجموعة معينة 15 20 30 مطور عقاري، طب وباقي الشعب؟ هي الفكرة كلها أن أنا دخلت ما قلت لهمش بطلوا، ما قلتش لحد أخرج من السوق، انا دخلت بس اخد شريحه زيك. انا بعظم جزء، انا معايا 10 متر ارض اديت لك انت منهم 6 متر وانا بشتغل 4 متر وانا بشتغل في السوق وعندي موظفين مصريين وبياخدوا رواتب واجور وعندي فرص عمل. انا برضو مش جاي من بره، ما انا شركه من الشركات وهي ربما تكون واحده من اشهر الشركات في الفتره الاخيره تبعت للهيئه. النهارده فيها كم موظف وكلهم بياخدوا اجور ورواتب، منين؟ مش دي فرص بطالة وفرص عمالة وفرص دخل وفرص وفرص وفرص؟ فالحديث الآن عن تحليل هذا الوضع لا، السؤال أن الدولة تدخلت لضبط مرحلة النضج. وبعدين خلي بالك أنا كراجل اقتصاد وطلعت على أسواق كتير جدا في العالم، إلا لم يكن هناك منافس شرس ليك لن تستطيع النجاح. وبخصوص منظومة التسويق العقاري أو البروكر، قابلنا السيد هاشم القاضي نائب رئيس جمعية المسوقين العقاريين، اللي كلمنا عن فكرة الجمعية ورؤيتها لتنظيم التسويق العقاري. عايزين حضرتك تكلمنا أكتر عن قانون الوكالة التجارية والوساطة العقارية. أولاً، هو تعديل لقانون موجود ولا ده قانون جديد؟ لا، تعديل لقانون موجود. وكان مفعل ولا ما كانش مفعل؟ لا ما كانش مفعل طبعاً. ليه؟ ما كانش مفعل نتيجة لأن ما فيش جهة مسؤولة عن تفعيله. النهاردة في اتجاه قوي من الدولة لتفعيل ده، ولكن احنا شايفين في الجمعية المصرية للتسويق العقاري ان القانون ما نصش بشكل واضح على مين الجهة مناحة الترخيص ده. اعتقد ده في فرصة ان هو يجي في الاصدار النهائي للقانون، او لو ما جاش يبقى في اللائحة التنفيذية بتاعته. لازم يبقى فيه راعي، تمام، هو اللي بيرعى، راعي حكومي هو اللي بيرعى منح الترخيص وسحبه من شركات التسويق العقاري. ده اهم العوامل اللي حضرتك شايفها لنجاح القانون. بالظبط كده. لما جينا نفهم يعني ايه لاندسكيب وايه اهميته، قابلنا المهندس شهاب مظهر احد اهم الخبراء العالميين في المجال ده، اسطوره بجد، واستضافنا في الحديقه النباتيه العالميه لوالده الفنان العظيم أحمد مظهر. الحديقة هنا من أيام الفنان العظيم أحمد مظهر، ولا حضرتك اللي بدأت هذه الفكرة؟ لا، أنا ما ابتديتش الفكرة. الفكرة ابتدت من جدتي الله يرحمها، اللي هي كانت عندها يعني غاوية زراعة جدا، ولما اتخرجت ابتديت أجي هنا ما كانش عندي فكر حاملي. ابتديت أحب الزرع من أيام الكلية، لأن كنا بناخد دروس المساحة كلية الهندسة،
في جنينة الأرمان، كنت بسيب الحصة دي أو المحاضرة دي وابتدي ألف في الجنينة واتفرج، وكانت هوايتي أن أنا أخذ العربية في الأجازة أو في بعد الشغل وألف أجمع نباتات والأشجار، لأنها حاجة متعة أن الواحد يشوف الأشجار دي بجمالها بفوائدها. فابتدت الحكاية كلها من حب الشجر. يعني 4000 نوع شجر بمليون نبات موجود هنا في 25 فدان، ده كام رحلة جمعت فيها كل هذه الأعداد؟ هي في ابتدية الأول تجميع من الحدائق المصرية لغاية ما جمعت كل ما موجود في مصر من أول أسوان لحد إسكندرية لحد القاهرة القناطر. ممكن تلهمك بعض التصميمات كمهندس معماري؟ طبعا فعلا؟ طبعا. يعني اللانسكيب لما الواحد بيجربه في نفسه أو بيشوفه خلاص عينه بتتعود على الجمال، فأكيد ومش بس الجمال في اللانسكيب، الجمال في العمارة. يعني الشجر والنباتات بتلهمني في التصميم المعماري. قابلنا كمان في برنامج الجدعان ريل ستيت الدكتور طارق صبحي اللي التلمز على إيده مهندسين وفنانين اللانسكيب، عبقري فعلاً، وتفرجنا على آخر إبداعاته في مشروع فوكا بي واللي بتملكه شركة تطوير مصر. في البداية وانا عايز نوضح للمشاهدين يعني إيه لاندسكيب، نبسط كلمة لاندسكيب اللي كلنا بنقولها في الشركات العقارية. بص، هو اللاندسكيب هو فيه شقين، في لاندسكيب وفي لاندسكيب أركتكتشر. اللاندسكيب هو الطبيعة، اللي هو الطبيعة المنظر. اللاندسكيب أركتكتشر هو محاكاة الطبيعة، إحنا بنعمل محاكاة للطبيعة. يعني بحط مباني وبجمل المباني اللي انا بحطها كده. سواء حتى لو عماره في حي سكن انا اللي بصممها. اللاندسكيب ربنا هو اللي بيصممه اغلبه، او الصوره اللي بتترسم بورتريه ده لوحده خالص، اللي هو بحيرات جبال بس دي حاجات طبيعيه صحرة. احنا بنقلد ده فكل ما بتبتكر احسن، كل ما بتقرب للناس اكتر، كل ما تقرب للطبيعه يتبسطوا اكتر. الساحل الشمالي طوله تقريبا 288 كيلومتر، نفس الارض نفس البحر نفس الطبيعه، بس نلاقي ان كومباوند او ريزورت وجنبه كومباوند تاني او ريزورت تاني في فرق ممكن يكون 3 4 اضعاف في السعر. انا عارف ان من ضمن الاسباب الاساسيه هو اللاندسكيب، طب البدايه بيبتديها ازاي؟ بيبتديها منين؟ البدايه عشان يطلع مشروع حلو بالظبط هو التوزيع العام للارض وتقسيمها ازاي، اللي هو جزء التخطيطي او الاربن ديزاين في الحته دي. الموقع العام ده اتقسم ازاي؟ اتقسم بمساحات حلوه فيها حمام سباحه حلو وفيها جنينه حلوه، المباني مش لازقه في بعضها قوي، مش ملزقه، في مساحات الاطفال يلعبوا فيها، البحر البيتش بتاعه معمول حلو، فاسيلتيز اللي بتتوفر للسكان اللي عايشين هنا، ده كله بيجمع بيدي سعر. وفي نهايه سنه 2021 كان مهم نعرف حصاد السوق العقاري واتجاهه في سنه 2022. علشان كده قابلنا السيد ايمن سامي الرئيس التنفيذي لشركه JLL، لأنه بحكم تخصصه بيانات السوق كلها تحت إيده وتوقعاته بتتبني بشكل علمي مدروس. جون لان غسال هي شركة متخصصة في الاستشارات العقارية. مظبوط. إحنا النهاردة جايين لك جهة أو مؤسسة محايدة نشوف إيه اللي حصل في 2021 وإيه التوقعات اللي جاية في 2022. إحنا من الدول القليلة اللي حول العالم اللي حصل فيها نمو إيجابي. دول كتيرة زي ما شفنا معظم الدول كان معدل النمو بتاعها بالسلب، فده مؤشر ان السوق المصري قوي. السنه اللي فاتت او السنه دي بنتكلم على 5.6 معدل نمو اقتصادي، والسنتين الجايين دول برضو متوقعين ان في معدل نمو كبير. يمكن الطريقه اللي اتعاملنا بيها مع الكورونا او كوفيد 19 زي ما بيسموه حول العالم، ان احنا عرفنا ازاي نتعامل من غير ما نوقف عجله الاقتصاد. ويمكن اكبر قطاع أو أكثر قطاع كان داعم لمعدل النمو ده هو كان القطاع العقاري. التقارير بتاعتنا بتغطي 4 قطاعات، مش السكني بس اللي احنا بننزلها بصفة دورية في السوق المصري، بتبقى بتتكلم على السكني والتجاري والإداري والفندقي. الأربعة دول بيدوا مؤشر السوق رايح فين أو السوق جاي منين. يعني هي دي الحتة اللي حضرتك بتسألني عليها، أداء السوق عامل إزاي بالنسبة للسنة اللي فاتت والسنة اللي جاية هيبقى عامل إزاي. وفي الذكرى الأولى للراحل العظيم مهندس حسين صبور شيخ الاستشاريين، كان مهم نتعرف من أولاده رجال الصناعة الكبار على لمحات من حياته ورحلة كفاحه ونجاحه. إيه أهم المبادئ اللي ربكوا عليها؟ من أهم الحاجات اللي عنده هي الصدق، الحاجات التانية التواضع، كان عنده التواضع ده يعني على أعلى مستوى الحمد لله، حب الخير، يعني
كان برضو حبه للخير وانواع من الخير للي يعرفه واللي ما يعرفوش. الحاجة التانية هي دايما افتراض حسن النية. من الحاجات برضو اللي تعلمتها منه مهمة جدا ان الذكاء مش اهم حاجة، لكن الاهم جدا من الذكاء هو الجدية والنظام. اللي كانوا بيستعينوا بشمهندس حسين صبور ناس كتير ويستشيروه في ادق التفاصيل، ناس على مستوى قادة الدول. حضرتك لما كنت بتستعين بيه وتستشيره، كنت بتستعين بيه وتستشيره في ايه؟ في الاساس كنت بستعين بيه في الشغل، وكان يعني يسعد بانه لما يقول لي رايي ابتدي اناقشه، مش لازم ان انا في بعض الاحيان كنت بساله على رايي يديني الراي فانفذه على طول، وفي احيان اخرى كنت اساله لما يقول لي رايه ابتدي اناقش واقول له والله طب مش ممكن نعملها بشكل مختلف. كان يناقش وباله طويل ويقول لي اللي هو عايزه بوضوح شديد جدا، ثم يسيبني انا اللي اخد القرار. اكسبو دبي من أكبر المعارض الدولية اللي حوالي 190 دولة اتنافست فيه لإبراز تاريخها وحاضرها ومستقبلها، ومصر شاركت على مدى 6 شهور تقريباً بجناح قوي شهد ملايين الزائرين. برنامج الجدعان ريل ستيت كان حريص إنه ياخد حضراتكم في الزيارة لإكسبو دبي. خلينا نكلم حضرتك عن بداية هذا الجناح، إزاي فكرنا في هذا الجناح العظيم على مساحة 3000 متر، إزاي خلينا مصر كلها داخل هذا المكان؟ انت عارف حضرتك اكسبو بتعمل كل 5 سنين، احنا كان اخر مشاركه لينا في اكسبو ميلانو في 2015. طبعا فتره 2015 دي كانت مصر لسه في بدايه التخطيط لتنميه والعهد الجديد، وكنا خارجين من ازمه، فكان التخطيط ان المشاركه اللي بعد 2015 تكون مشاركه مميزه جدا، خاصه ان الجناح المره دي هو الاول مره في دوله عربيه شقيقه، فكان عندنا هدفين بيحققوا نفس النتيجه، إن مصر تشارك مشاركة مميزة جدا بتعكس فيها تجربتها ونجاحاتها، وفي نفس الوقت هو مساندة للدولة الشقيقة التي تستضيف إكسبو كأول دولة عربية، فكان عندنا حرص شديد جدا إن تكون هذه المشاركة مميزة. وإحنا في دبي كنا حريصين جدا على الاستفادة من التجربة الإماراتية في التطوير العقاري، وإزاي يكون عندنا قدرة تنافسية في تصدير العقار، وعلشان كده قابلنا الخبير العقاري خالد عساف اللي شارك بقوة في التجربة الإماراتية على مدى سنين طوال. طب خالد، أنت كخبير عقاري هنا مخضرم بقالك تقريبا 16 سنة تقريبا أو أكتر، وحضرت بداية الطفرة العقارية في دبي، واللي أنا شايف إن أساسها هو فكرة تصدير العقار، إيه العوامل المستفادة من فكرة تصدير العقار نقدر نستفاد بيه في مصر؟ الشفافية الشفافية الشفافية، يعني أنا النهاردة مستثمر رايح أشتري في أي دولة أنا معرفش أنا حاجة، بسمع عنها أول حاجة بتسمع عنها إيه؟ الثقة، تبني ثقة، تبني شفافية، إن أنت شايف أرقامك. أنا عندي النهاردة بلد محطوط فيها عندك 84,000 مطور عقاري مذكورين ومسجلين، 84,000 مطور عقاري موجودين. 84,000 انت الرقم ما قلته على طول، يعني معنى كده ان هو موجود. موجود 84,000 مسجلين باساميهم، مبيعات 2021 معلنه 200 مليار درهم. 2021 200 مليار درهم. ما هو عشان تقدر توصل لده انت لازم كحكومه تكون عينك جوه كل مطور ومسجل كل مطور عندك، فيش اي مطور ان هو يروح يبني لوحده من غير لما يكون مسجل عندك وعارف مشروعه ومشروع تفاصيله ايه وبعت ايه وما بعتش ايه وبتبني ازاي وفين الفلوس المحطوطه في المشروع. هيئه التنظيم ديت مش فض نزاع بس. طيب احنا اللي عارفينه ان هنا في دبي الناس ممكن العملاء تشتري اونلاين اصلا، ولا يجي يشوف الوحده بتاعته ولا يقعد يسال اصحابه ولا يقعد يدور على مين بروكر يبيع له، هو ممكن يشتري اونلاين وهو قاعد في بلدهم ما يشوفهاش اساسا. انت النهارده تقدر في مشاريع معينه بتقدر تخش تمشي جوه المبنى معمول بالكامل فيرتشوال، تقدر تخش تمشي جوه المبنى وتمشي جوه الوحده بتاعتك وتشوف الفيو وتشوف الغرف في بلدي وانت قاعد على الكمبيوتر بتشوف المنظر ده، وتقدر ان انت تحجز وتدفع اونلاين ويطلع لك كل الاجراءات اونلاين. ده بينشط ويسهل العمليه على المستثمرين ان هو يقدر ان هو يساعد في تصدير العقار. في مدينه كان الفرنسيه شاركنا في تغطيه المشاركه المصريه القويه في معرض ميبم العالمي للعقار، وهناك قابلنا المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان، واللي كلمنا عن التجربه العقاريه المصريه كواحده من اكبر التجارب الناجحه في العالم. طبعا اكبر، انا في رايي من اكبر دول حصل فيها تنميه على في الاخر 4-5 سنين، حجم تطوير وتنمية كبير جدا على كل المستويات، مش بس من الحكومة، من كل القطاع الخاص.
وبالتالي لازم نوري المجهود ده للناس بره، لازم نستفيد بالعوائد منه، لازم النهارده نلاقي الصناديق العقاريه داخله بقوه في مصر وجايه تشوف الشغل ده كله، والا هتيجي ازاي؟ ما كناش نعرض شغلنا بالاسلوب اللي هم عايزين يشوفوه وفي المكان اللي هم موجودين فيه، يبقى ما حدش هيجي لنا ابدا. النهارده الصناديق العقاريه النهارده بتيجي تبص بقت في مشروع قائمه، الريسك بالنسبه له قل، النهارده بقى بيخش مشروع جاهز، النهارده لو دخل فيه وعمل فيه اي استثمارات او انفستمنت هيبتدي يبيع فيه ويبتدي يشتغل منه او يجي له مردود فيه. وده بالنسبه له عائد كبير جدا ومكسب كبير، لانه الاول كان بيحط بعض الاستثمارات وبيستنى سنه 2 3 عقبال لما تجيب العوائد، لكن النهارده يقدر يخش والعوائد تيجي على طول. وقابلنا المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس اداره شركه ماونتن فيو، واللي كلمنا عن حرص ماونتن فيو على تصميم مشروعاتها بما يحقق مفهوم السعاده لسكان الكومباوند. احنا بقالنا حوالي 6 سنين كنا كشركه كنا بندور من اكتر من 10 سنين احنا بنشتغل ليه وعايزين نعمل ايه. يعني الحمد لله ان ربنا كرمنا اننا بنبني بيوت كتيره، بنبني اوفيس بيلدينج، بنبني حاجات عائلات. احنا النهارده وصلنا حوالي داخلين في 30 40 الف عيله، 30 40 الف عيله في 4 يعني 160 الف بني ادم، ده حاجه مسؤوليه كبيره قوي. كان تفكيرنا هو احنا بنشتغل ايه، هل هنبني اسمنت وطوب؟ ابتدت ان احنا نحاول زي ما قلت كده ان احنا نحاول نعمل لاندسكيب حلو ونحاول نخلي البيوت شكلها حلوه، بس اكتشفنا ان مع الوقت حتى لو انت عايش في حاجه حلوه، لو عايش على النيل بتزهق منه، البني ادم بطبيعته بيزهق من كل حاجه، فازاي ان انت تقدر تعمل سستينبل هابينس للناس. الحقيقه ولما فكرنا في ده قلنا طيب تعالى نشوف مين اللي في العالم اللي بيعرفوا يعملوا الموضوع، فاخترنا دي اتش هم ديليفرنج هابنس، هم دول اللي عملوا البرنامج بتاع دبي السعاده، وبيشتغلوا تقريبا لاكثر من 400 شركه زي جوجل، فيسبوك، كل الشركات الكبيره اللي بتدور على هذا الموضوع. وكمان قابلنا الدكتور احمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركه تطوير مصر ونائب رئيس المجلس التصديري للعقار، واحد من اهم خبراء العقارات وبيشارك في معرض ميبم من سنه 2015. في 2019 اشتركنا اعتقد 10 شركات مع الوزاره، وكانت بقى اول مره مصر تتواجد بصفه العرض. كانت تجربه كويسه ان احنا العالم يبتدي يشوفنا والعالم يبتدي يعرف ان مصر موجوده ومصر فيها طفره عمرانيه، احنا عندنا طفره عمرانيه في مصر مش موجوده في حته في العالم. وطبعا في اثناء المشاركه دي تم ترتيب ل 2020، بس للاسف 2020 اتكنسل عشان الكوفيد، 21 برضو اتكنسل. فالنهارده بقى احنا موجودين بجناح اكبر بشركات اكتر برساله قويه جدا. وقابلنا السيد تامر عرفان العضو المنتدب لشركه ال ام دي للتطوير العقاري، واللي عرفنا ازاي نترجم المشاركه المصريه في المعارض الدوليه لاستثمارات ناجحه. انت عارف ان الصناديق العقاريه في مصر تاسيسها بيواجه تحديات كبيره، حتى الصندوق العقاري اللي تاسس لسه زي ما هو انت عارف نقل ملكيه الاراضي للصندوق العقاري لسه في تشالنج بيواجهها الموضوع ده. فعشان كده الصناديق العقاريه بره خلاص وصلت لمرحله الماتيوريتي. الحقيقه ان المطور العقاري في مصر بيعمل حاجات كتيره قوي قوي هو المفروض ما يعملهاش. يعني انت بتتكلم النهارده لما تيجي مثلا تعمل جزء ريتيل، محلات بتشتغل في انواع مختلفه، انت بتاجرها، فده عائد استثمار طويل الاجل. انت عايز بقى صندوق استثماري يشتري الجزء التجاري ده وبعد كده يفضل ينتظر العوائد بتاعته لونج تيرم انفستمنت. زرنا مقر صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقابلنا الرئيس التنفيذي الدكتوره مي عبد الحميد، وتعرفنا منها على خطط الصندوق في طرح مشروعات الاسكان المتنوعه اللي بتهم كل المصريين في جميع المحافظات. اساس دورنا ان احنا نخلي الوحده السكنيه لمنخفض الدخل ومتوسط الدخل يعني ميسره بشروط مقبوله. الكلام ده بنعمله طبعا عن طريق ان احنا بنعمل دعم للناس اللي بتشتري الوحدات اللي هم طبعا المستهدفين، وعن طريق نظام التمويل العقاري المدعوم اللي احنا بنعمله بالتنسيق مع البنوك طبعا تحت مبادرات البنك المركزي يعني العديده في هذا الموضوع. يعني نقدر نقول ان حضراتكم اللي بتدرسوا المشاريع وتتقدم بكام ونقدمها ازاي والشرايح تبقى ايه؟ اول حاجه احنا بنحدد مين هم المستهدفين، المواطنين المستهدفين اللي هيستحقوا ان هم ياخدوا وحدات مدعومه بشكل كبير من الدوله. احنا كمان زي ما قلت بنشتغل على الاسكان المتوسط، فده بيبقى يعني الدعم اقل، بيبقى في فكره الاتاحه اكتر لانه مش معروض برضو كتير
بأسعار مناسبة في السوق. إنما بالنسبة لمنخفض الدخل إحنا بنشتغل على الدعم، فأول حاجة بنبتديها إن إحنا نحدد مين هم الفئات المستهدفة، ثم بعد كده نبتدي نحدد يعني شكل المشروعات إيه والمساحات بتاعتها، نوفر التمويل اللازم عشان نقدر نبني هذه الوحدات، ثم نوفر البنوك اللي هتقدر تتعامل مع المستفيدين ونتفق معها على الشروط بحيث كلها تبقى عندها شروط موحدة والإجراءات تبقى سهلة على المواطنين، خاصة وإن المواطنين من منخفض الدخل كتير منهم بيكون ما تعملش قبل كده مع القطاع المالي، فده برضو يعني بيستلزم إن إحنا نبقى عاملين اتفاقات إنه الموضوع يبقى سهل وبسيط وما بقاش فيه طلبات كتير يعني. ونزلنا جولات في المدن المختلفة، في شرق القاهرة مثلاً زرنا مدينة حدائق العاصمة ومدينة الشروق ومدينة العبور، وكمان زرنا مدن غرب القاهرة زي مدينة الشيخ زايد ومدينة حدائق أكتوبر ومدينة أكتوبر الجديدة، وكمان خرجنا برا القاهرة في أماكن كتير زي مدينة رشيد الجديدة، وفي تطوير القاهرة القديمة زرنا سور مجرى العيون المصنف أقدم وأضخم أثر مائي في العالم، وشفنا إزاي اتحولت منطقة المدابغ بالبيوت العشوائية اللي كانت محوطاها إلى مدينة حديثة سكنية وسياحية على الطراز الإسلامي، وفي منطقة عين الصيرة انبهرنا بتطوير بحيرة عين الصيرة اللي بتطل على متحف الحضارات واللي تحولت لجنة سياحية غنية بجناين من أشجار ونخيل ونباتات استوائية نادرة، بارك عالمي بمعنى الكلمة. وكمان زرنا منطقة مثلث ماسبيرو واللي بيعتبر تطويره من أصعب أنواع التطوير في العالم. وكده نكون وصلنا لنهاية رحلتنا النهاردة، لكن قبل ما نختم حابين ان احنا نقول لكم ان انتوا وحشتونا جدا جدا في رمضان، ونحب نهني كل المصريين بالأعياد وكل سنة وكلنا طيبين. كمان بنحب نشكر كل اللي تواصلوا معنا على صفحات السوشيال ميديا طول الفترة اللي فاتت، ونحب دايما نأكد لكم ان كل رسالة بتوصل لنا بتاخد مننا كل الاهتمام، ومن ضمن الرسائل اللي وصلت لنا كان رسالة تتضمن شكوى كان مهم جدا ان احنا نهتم بيها ونعرضها. الرسالة جت لنا من مجموعة من العملاء اللي اشتروا في مشروع من مشروعات الخاصة داخل العاصمة الإدارية الجديدة. العملاء دول اشتروا سنة 2018 والمفروض ان هم يستلموا في خلال كام شهر، لكن للأسف لحد النهاردة نسبة التنفيذ ما تتعداش 10%. الغريب بقى ان الشركة اللي بتنفذ المشروع ما هيش شركة صغيرة، بالعكس دي شركة كبيرة ومطور بقاله سنين طويلة جدا في السوق، وكان يملك الشركة دي واحد من اكبر رجال الاعمال في مصر، لكن للأسف وبعد وفاة رجل الاعمال الشهير حال الشركة ما بقاش زي الاول، والعملاء ما بقوش عارفين يكلموا مين لان مجلس الإدارة رئيسه مسافر بره مصر والإدارة التنفيذية تقريباً كلها استقال. طيب إيه أهمية إن إحنا نسلط الضوء على موضوع زي ده؟ أولاً اهتمامنا برسائل حضراتكم، وخصوصاً لو فيها مشكلة حابين تشاركوها معنا فكان لازم نتحرك على طول. السبب الثاني إن يهمنا جداً إن سبق العاصمة الإدارية الجديدة يكمل على أحسن وجه، ما يهمناش مين اللي يكسب السبق، لكن المهم إن كل المتسابقين يوصل خط النهاية على أحسن وجه، وأي حد فيهم هيتعثر لازم كلنا نقف جنبه ونسنده ما دام عنده النية الحقيقية إنه يلتزم وينفذ وعوده. وعشان كده بنناشد الجميع إن يكون في استجابة سريعة جدا للموضوع ده، ومحتاجين من شركة العاصمة الإدارية إنها تتدخل بشكل سريع قبل المشكلة ما تكبر وتزيد، وده لأنها الحكم والحارس الأمين على فلوس العملاء من ناحية وعلى تحقيق الحلم الكبير من ناحية تانية. وده كان آخر كلامنا النهاردة، هنستنى أسئلتكم وآراءكم واقتراحاتكم على صفحات البرنامج. استنونا يوم الأحد الجاي الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان ريل استيت.